الوضع الحالي مأساوي جدا، عدد الجرحى كبير كبير كبير، المستشفيات في حاجة ماسة إلى أدوية، إلى مستلزمات طبية، إلى بترول لضمان تشغيل الكهرباء. مستشفى بدون كهرباء لا تسوي شيء. هناك من العدد الكبير تجرى العمليات في الممرات الخاصة بالمستشفيات. الوضع مأساوي ومأساوي للغاية. نقص الأدوية هو مشكلة، مشكلة كبيرة، ونقص الكهرباء مشكلة أكبر. أنا متأسفة أقول سيدفعون حياتهم ثمنا لصحة لصحة الأدوية وقلة الكهرباء. للأسف هناك شح كبير لأصناف هذه الأدوية الخاصة بأمراض الكلى والأمراض المزمنة. المستشفى الأهلي بعد الضربة الكبيرة تأثر بشكل كبير، ليس البناء ذاته ولكن داخل الغرف، الآلات، الوضع يحتاج إلى بعض الأيام كيما نستطيع أن نشتغل بالمستشفى بالوجه المرضي للجميع. نحن على قدم وساق، يشتغل الطاقم الطبي والغير الطبي لإصلاح ما قد تلف وقد تلف بشكل كبير في داخل الغرف، خصوصا غرف العمليات وغرف إقامة المرضى والمكاتب الخاصة بالموظفين. نأسف أن يكون المستشفى المكان الآمن، المكان ملاذ الجميع، أن يقصف بهذه الشكل. كانت صدمة كبيرة 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 جدا، خصوصا أن هذا المستشفى يتبع الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وعلم الكنيسة معلق وظاهر للعيان. كانت صدمة كبيرة لنا، لأنه من المعروف وحسب الأعراف الدولية الكنائس والجوامع والمستشفيات يجب أن تكون مصانة، ويجب أن وهي الأماكن التي يجب أن تكون آمنة.